أقوى وأشرس 10 كلاب في العالم. 10. البوكسر. اشترى هذا الكلب باستعماله في حلبات الثيران، وهو كلب يعد كحارس مميز، وقد استعمال الصيد والرعي المواشي، ولقد اطلق عليه هذا الاسم لانه يستخدم يديه كثيرا سواء في الهجوم او في اللعب مع اصحابه، وهو يقف على قدميه الخلفيتين مع وضع اليدين على جسم الشخص الذي يهاجمه مثل الملاكم في حلبة الملاكمة، كما انه يعتمد على يديه كثيرا في حياته اليومية بعكس الكلاب الاخرى التي تعتمد على الفم بشكل كامل. ويتميز جسم البوكسر بالقوة بالرغم من انه يبدو صغيرا نسبيا، وهو من اقوى الكلاب في العالم. 9. وولف هايبرت. هي سلالة تشبه الذئاب الى حد كبير، وتجمع تركيبته الجينية صفات من الكلاب والذئاب، وهو ما يجعل من الصعب التنبؤ او التوقع بردود افعاله، وله العديد من الهجمات على البشر والاكثر شيوعا على الاطفال الصغار، لذلك قامت بعض الدول بحظر امتلاكه كحيوان اليف في المنازل. 8. كلب الشاو شاو. هي سلالة من الكلاب تم تهجينها في الصين، وهي من أقوى سلالات الكلاب، وكان الصينيون يستخدمونه للزراعة والحرف، وبالرغم من شكله الجميل ومظهره الذي يبدو من الكلاب الزينة، فهو يقضي معظم وقته بالحراسة، وهو لا يشبه أنواع الكلاب الأخرى، فهو يهاجم كل شخص لا يعرفه، وهذا لحماية صاحبه ولا ينبح خلال الهجوم، وهو من أفضل كلاب الحراسة في العالم ومن أقوى كلاب العالم. 7. الدوبرمان. من أشرس وأقوى الكلاب، وتتميز هذه السلالة بالذكاء والنشاط، وكانت هذه الكلاب تستخدم ككلاب حراسة أو كلاب بوليسية، وفي كثير من البلاد تعتبر كلاب الدوبرمان واحدة من أكثر السلالات تميزا بسبب دورها الفعلي في المجتمع واهتمام وسائل الإعلام بها، وهي من أقوى كلاب العالم. 6. الهاسكي. كلاب الهاسكي تتميز بالتكوين الجسدي المميز والجميل، ونشأت هذه الكلاب في المناطق الباردة من سيبيريا، وتم ترويضها في البداية لاستخدامها في جر زلاجات الجليد، ومع الوقت بدأ هواة تربية الحيوانات في اقتنائها وتربيتها في المنازل بسبب جمالها الشكلي ومظهرها الجذاب، بالإضافة إلى ما تتسم به كلاب الهاسكي من ذكاء حاد ونشاط دائم، جعلها من أفضل الكلاب ومن أقوى الكلاب في العالم. 5. ألاسكي مالموت. من أشهر وأقوى الكلاب، وهو يشبه كلب الهاسكي إلى حد كبير، ويتميز بالقوة الجسمانية بالعضلية الكبيرة، وهو من أقوى الكلاب في العالم. 4. الروتويلر. من السلالات كبيرة الحجم والتي تتمتع بالقوة العضلية والشراسة الفطرية، وتتمتع سلالة كلاب الروتويلر بصفات بطولية خاصة، وقد نشأت هذه السلالة في ألمانيا كأحد الكلاب التي تستخدم في الرعي، وهو من أقوى الكلاب في العالم. 3. الجيرمان شيبرد. من أكثر الكلاب انتشارا، ويستخدم ككلب شرطة وفي الحروب في جميع أنحاء العالم بسبب قوته وذكائه وسهولة تدريبه على طاعة الإنسان، وهو من أقوى الكلاب في العالم. 2. البيتبول. هو كلب هجين من مجموعة من الكلاب، يتميز بقوة وشراسة كبيرة تخافه معظم الكلاب الشرسة، ويعد من الكلاب الوفية لأصحابها، ولكن سوء تربيتها وضربها يجعلها تغدر بأصحابها، وهي لطيفة مع الآخرين، لكن أصحابها يضعونها في أماكن سيئة تجعلها شرسة، وهو من أقوى الكلاب في العالم. 1. كلب الراعي القوقازي. يعتبر كلب الراعي القوقازي من الأنواع صعبة التربية لغير المتمرسين، وذلك لحجمه الهائل وطبعه الشرس، ونتيجة لذلك فإنه عادة ما يحتاج إلى مدرب، وهو كلب قوي وشديد الطباع يميل إلى فرض سيطرته، وهو من أقوى الكلاب في العالم. أخيرا ندعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل جديد. في أمان الله.